نجاح حققه مسلسل غشمشم على مدى 6 أعوام أبقى الفنان السعودي فهد الحيان في سباق الدراما الرمضاني. عمينا وش شفت في الحل؟ أنا شفت نفسي أني في المطبخ وقدامي قدر كبير. يا الله كل حلومس أقدور ومواعلن عنب بليزس أحلمي بنهر أحلمي نطر سندرلا. هذا الموسم يطول الحيان بمسلسل جديد اختار له اسم هاشتاغا، اسم استوحاه من عالم تويتر. هاشتاغا يطرح مواضيع خاصة بالمجتمع، كل يوم كاركتر، في 32 شخصية لعبت، ما خليت شيء ما سويته. 5 4 مخرج مسلسل هاشتاغا حديث عهد بالدراما السعودية إياد نحاس يقول أنه عانى قليلا خلال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل. يحسوا أنه أنا هذا الجمل في ميزة عجيبة وغريبة، حيث أنه كأني فارس من الفرسان. الفنان فهد الحيان أكثر إصرارا خلال هذا الموسم على تثبيت اسمه في صدارة نجوم الكوميديا السعودية على مائدة الإفطار الرمضانية. مسلسل هاشتاغا بطولة الفنان فهد الحيان وبمشاركة العديد من نجوم الكوميديا في السعودية، ماجد مطرب فواز والفنان القدير عبد الله المزيني. المسلسل يناقش مشاكل اجتماعية في إطار كوميدي، ويقدم فيه فهد الحيان العديد من الكاركترز والشخصيات التي يتمنى أن تنال إعجاب الجماهير في رمضان. موفد العربية إلى الرياض، ماجد الفاسي.